إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. فقدموا إله يعقوب، لماذا؟ لأنهم في مجلس مخاطبة لوالدهم، قالوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإله آبائك إبراهيم هذا الجد. طيب من أبو يعقوب؟ إسحاق. فلماذا قدموا إسماعيل وأيضا قالوا آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل؟ أولا لأن إسماعيل هو الأكبر، وثانيا يجوز في لغة العرب إطلاق الأبوة على العم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العم سنو الأب، كما أن الخالة يطلق عليها الأم كما جاء في السنن، الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، ولذلك جاء التعبير لهذين السببين بأن إبراهيم أن إسماعيل أب ليعقوب.